لا تقوم التحالفات بين الدول على المصافحة وتوزيع الابتسامات والتقاط الصور أمام الكاميرات، بل هي علاقة تنشأ وتتطور بسبب عوامل عدة. وفق مناهج العلوم السياسية، فإن التحالف يتطلب وجود مصالح مشتركة لقيامه، ووحدة المصلحة هي الرباط الأكثر قوة في التحالفات. لذلك يقال في اللغة السياسية الدارجة إنه ليس في العلاقات الدولية صداقة دائمة أو عداء دائم، بل مصلحة دائمة. يبدو حلف شمال الأطلسي الناتو أوضح دليلا على ذلك، فهناك دول فاعلة في الحلف العسكري، إلا أن خلافات قد تطرأ بينهم دون أن يؤثر ذلك على مشاركتها في الحلف الذي يعبر عن مصلحة مشتركة للدول الأعضاء في مواجهة التحديات. فإذا تم الاعتداء على واحدة من الدول الأعضاء، يجب على باقي الدول أن تساعدها في رد الاعتداء بالقوة العسكرية إن لزم الأمر. يبدو الحلف إذن عابرا للخلافات ومتجاوزا للتفاصيل الصغيرة باتجاه التركيز على الأهداف الكبرى والمصالح المشتركة كالتهديدات الوجودية أو تحقيق منافع استراتيجية، سواء على صعيد الاقتصاد أو السياسة أو الأمن. في المنطقة العربية، كان التحالف بين مصر والسعودية والإمارات هو الأبرز خلال العقد الأخير، وهو تحالف نابع من إدراك قادة الدول الثلاث بأهمية كل دولة وثقلها الإقليمي والدولي، وهو ليس تحالفا حديثا وإن زاد رسوخا في الآونة الأخيرة. فالعلاقات بين الدول الثلاث تعززت منذ عقود طويلة وتطورت عبر تاريخ طويل من اختبار الثقة، أكد أن مواقف العواصم الثلاث تجاه أمنها المشترك ليس مجرد شعارات، بل هو فعل على الأرض. فحين احتاجت مصر لدعم الدول العربية خلال حرب أكتوبر، تحركت السعودية وقطعت البترول عن الغرب وشاركت بقواتها في الحرب. ملك فيصل قاد الموقف فيما يتعلق بالبترول وغيره والأسلحة اللي اشتريت والطيارات اللي اشتريت، كل دي مسائل لا ننساها. وكذا فعلت الإمارات، وحينها قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إن النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي. الإمارات كأنها هي مصر أرضا وشعبا، وجودها وجود الأخ مع أخيه. ثم جاء دور مصر في حرب الخليج الثانية التي شكلت خطرا وجوديا، فتحركت القاهرة لدعم أشقائها سياسيا وعسكريا. وأكرر ندائي وأطلب من الأمة العربية أن تستجيب لعقد قمة عربية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة لعلنا نصل إلى حل. ثم دار الزمن، ومن جديد دعمت السعودية والإمارات مصر في لحظة تاريخية حرجة، وساندت الشعب المصري سياسيا واقتصاديا في ثورة 30 من يونيو عام 2013. بيان السعودية كان حاسم، في الإمارات كمان ولاد الشيخ زايد، الشيخ خليفة أو الشيخ محمد كمان، موقف عظيم قوي. هذا الدعم الذي جاء في أحرج أوقات مصر سياسيا واقتصاديا عمق الحلفة بين العواصم الثلاث، هو تاريخ إذن من التحالف الذي اختبرته الظروف والمتغيرات، فظل ثابتا وراسخا وواكب في تطوراته كل متغيرات المنطقة. العلاقات بين الإمارات ومصر عميقة، وقد أثبتت السنوات الماضية مدى متانة العلاقات وقوتها. ورغم أن التحالف قائم بين العواصم الثلاث على المستوى الاقتصادي والعسكري، إلا أنه يشترك فيما هو أهم، التوافق في الرؤى لقضايا المنطقة والانطلاق من استراتيجية تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة وتبني رؤية موحدة تجاه الأزمات التي تشهدها المنطقة، تستند إلى الحفاظ على وحدة وسلامة الدول العربية ومقدرات شعوبها. هذا التحالف الصلب بين العواصم العربية الثلاث دائما ما كان يتعرض لحملات دعائية مغرضة تسعى لترويج صورة مضللة عن خلافات مزعومة، إلا أن قادة تلك الدول كانوا دائما ما يؤكدون على متانة العلاقات التي لم تتأثر بكل تلك المحاولات. العلاقة السعودية المصرية علاقة صلبة قوية في أعمق جذور العلاقات بين الدول، لا تتأثر بأي شكل من الأشكال. هو تحالف استراتيجي له جذور راسخة وتاريخ من المواقف المشرفة وشواهد في الواقع تؤكد أنه أحد أقوى التحالفات الإقليمية. فما يجمع الدول الثلاث ليس مصالح سياسية واقتصادية وعسكرية فقط، بل هو مصير مشترك. دولة الإمارات العربية المتحدة هي مع السعودية قلبا وقالبا، ونؤمن بأن المصير واحد. والعواصم الثلاث تدرك أن تحالفها هو ضمانة للأمن القومي العربي.